السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مع مسابقة الأوقاف الرمضانية الثانية لعام 2024. السؤال في هذه الحلقة يقول: آية قرآنية نزلت في الوليد بن المغيرة. آية قرآنية نزلت في الوليد بن المغيرة. السؤال: ما اسم هذه الصورة؟ ثانيا: ما رقم الآية؟ أكرر: آية قرآنية نزلت في الوليد بن المغيرة. أولا: ما اسم هذه الصورة؟ ثانيا: ما رقم هذه الآية؟ مع تمنياتي لكم بإفطارا شهيا وعملا متقبلا إن شاء الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون القبول لنا ولكم بإذن الله تعالى من رب العالمين. ونذكركم أيها الأحباب أنه إن شاء الله سوف تجمع الإجابات 30 سؤال بعد عيد الفطر وتسلم إلى أوقاف تركرم في حد أقصاه 25/4/2024. بارك الله فيكم وفي أسماعكم، وجزاكم الله كل الخير.